عيشة عيشة مريم 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 شكون هاد مريم؟ مريم كاين هاديك كانديشا طاوية مريم كانديشا وي الو وفينك؟ وفينك يا مريم؟ أنا بصح أنا مريم مريم تقول لك ما كايناش صافي مريم لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله كي دايرة زاكورة؟ وي الحمد لله سخونة شوية كاين الصهد شوية وي شوية إوا مرحبا بك معنا ألوغ راجلك في الدار البيضاء وي شكرا بزاف لك الدار البيضاء الله يحفظك ليا قلت لك راجلك في الدار البيضاء آه أش كيدير في الدار البيضاء؟ يخدم وما يديكش معاه للدار البيضاء؟ نو الساعة مازال ما بغاش عفريت ها الدور وصافي ماشي مشكل الله يحسن العوان ما تشقش بيه راك بغيتي المشاكل علاش كدير المشاكل ديما كتخسر ليا وجهي مع الناس ما عندوش امكانيات باش يجيبها يلا ديزا ميرسي ميرسي ديزا خالتي نعيمة وعند مستوى ونتاعيمة شكرا بزاف على هذا البرنامج الله يحفظك شكرا بنتي بارك الله شكرا يلا غادي نتصلوا براجلك نديروا ليه المفاجأة فنحاولوا نديروا المفاجأة من بعد غير تسالي الأغنية عندك تنساي سميتك مريم صافي غادخلي أنت ديريكت وغادي تهضري معاه مباشرة مع راجلك كنشوفوا بطبيعة الحال شحال باش تجوزتوا دابا عام دابا؟ لا دابا في 8 شهور بحال هكا 8 شهور وحاملة؟ وي ايوا الله يفك حالك على خير اللهم امين روحي يا جماعه يلا الو الو وي السلام عليكم اسيدي السلام ورحمه الله عبد الوافي هذا نعم اسيدي من الدار البيضاء اييه معك البوسطه ديال الدار البيضاء الشريف البوسطه اييه عندي لك شي كوليه ديال اش كوليه ديالك ما عرفتهاش ديال من ولكن جايه من زاكوره أنا ما لا ماشي لا هي في سميتك هي جايه من زاكوره هذه ما عرفناش ديال من واش يمكن لي نفتحها باش نعرف منين جايه باش نقول لك مرحبا افتحها واخا سيدي السي عبد الوافي عطيني غير الرقم الاول ديال البطاقه التعريف ديالك الله يجازيك بخير واخا غير الحرف الاول ها شوف ما عنديش لاكارت ما قلش على الحرف الاول لا ما قلش ماش لاكارت واخا عقل على التصويره ديال لاكارت شكتي لابس هنا لون لا خويا لا ما عقلتيش اللون ديال لاكارت كحل لا ماشي كحل في البيض واخا خليك معايا ماشي مشكله ديالنا نحل لك البيض يلاه خليك معايا سي عبد الوفي واخا الوغ بلاتي نشوفوا هذا الشيء هذا هنا فهمتي حيت ما لقيتش هذا الشيء هذا ديال الكليه ما كاينش هنا سي سي عبد الوفي خليك معايا واحد دقيقه الله يجازيك بخير شوف لي عافاك الدوسي 403 على جوج اسلم لي عليك الدراري اللي خدام مزيان الو شنو العمل ديالكم السي عبد الوفي؟ العمل ديالكم؟ انا في الظرف الزناقي اشنو كدير اشريف؟ كدور في الزناقي؟ اخويا الله يجيب الله يجيب لك شي عمل الله يجيب لك شي خدمه خليك معايا خليك معايا سيدي اب 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 تاريخ ديال اليوم تقطع التليفون تقطع لي التليفون مريم وي التليفون تقطع وي بحال اللي بغيت نسلى عليه ما عرفتش بلاتي واخا احنا نعاودو نتصلو به دابا نعاودو نتصلو به يلا واخا راه تقطع لنا التليفون مريم واش راك مقلق شويه ها؟ لا ما ستريس الخدمه ستريس الخدمه ايوا ايوا اصلا ما سمعتش هاد النهار ياك ماشي هو هذاك ما مغديش بان ليا لا مغدي غا هو ما سمعتش واخا احنا 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 دابا كنحاولوا نتصلوا مره واحده اخرى واحد اللي بغيتي رنه المواليه اضغط على نجمه سي عبد الوفي تقطع لك التليفون نعم عزيزي تقطع لك التليفون تقطع لك التليفون واخا خليك معايا ها هي الكوليه عندي هنا مريم راه تالفة وراها تالفة ملي مشى عبد الوفي هي في الدار تالفة كتبغي بزاف وعليها ديما تخاف واللي يعرف الحب عرف شلا ما يتشف مريم راه تالفة وراها تالفة ملي مشى عبد الوفي هي في الدار تالفة
كتبغي بزاف وعليا ديما تخاف واللي يعرف الحب عرف شلا ما يتشاف هي راك تبغي وكتحمق عليه بغي غي وقتاش تشوف وتهلا فيه في عبد الوفي أنظرة أنظرة امتى غترجع مريم راه حاضرة الله يخليكم ديما مجموعين وإلى تزادت بنيا سمي وها جواهير. أهلا أهلا السلام عليكم. شكرا بغيت نقول لك بك كامباك بزاف بزاف أحدي بيال شكرا بزاف بأقل حاجة نديرها غير كنتمنى الصبر الصبر امتى تجي وتكون بجنبي. شكرا بارك الله فيك على حقك عبد الوفي على اي حاجه تلقات مني واش عارف راسك راك ماشي مع البوسطه راك انت مباشره على شدي فهم. شكرا بارك الله فيك شكرا الله يحفظك ماشي مشكل ماشي مشكل صحابك شي واحد في الخدمه كيتفلى عليك هذاك الشيء بارك الله فيك. مرحبا شنو بغيتي تقول لمدام اليوم؟ نقول لها كنبغيها بزاف ولي عليها خطا عليا وبلا اي حاجه وصلت راه بسبب هي ونطلب ربي ما يحرمني منها ويعطيني الله شي تركه صالحه ان شاء الله وقريب ان شاء الله يفرحنا الله وتنقول لها صبري ان شاء الله راه الصبر مفتوح على الخير وكنبغيها بزاف. تبارك الله عليك سبحان الله ابو كنحس بالهضره خارجه والعينين تغرغروا الله يصوب ليكم والله يخليكم لبعضياتكم و... بارك الله فيك معكم نعيمة إلياس شكرا بارك الله الله يحفظك وإن شاء الله يعني تحسن الوضعية ديالك وديال جميع المغاربة ترفع علينا هذا الوباء إن شاء الله وتكونوا فرحانين و... والله يرزقكم التركة الصالحة يعني. السلام عليكم على نعيمة إلياس معك الوباء شخصيا كل مرة راسك تجبديني على نعيمة إلياس بغيت تحيدوني أنا ولا كيفاش وي اللي ما كرهناش نكرطوك شكرا لك عبد الوفي ومريم شكرا لكم.